تقرير لجنة حماية العام المال العام مشكورة فيما يتعلق بمكافحة الفساد، وأنا يعني فرصة طيبة أقول إن وزير العدل موجود معانا، ويا ريت الدمخ تخليه شوية عشان يقدر يركز معانا في موضوع مكافحة الفساد. أخ الرئيس، أنا أتفق مع الأخوة في لجنة حماية المال العام، هذه الهيئة منذ أن أنشئت ب 2012 بسبب قانون حكومي مشوه ما زالت هذه الهيئة معاقة، معاقة بشكل كبير جدا، لا تتفق أحكامها القانونية ولا قراراتها ولا أسلوب إدارتها مع ما كانت تطلبه اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد. إحنا في حالة مزرية، كل سنة نتراجع أكثر في مؤشر مكافحة الفساد، ومتوقع، وأنا أقولها الآن وأسجلها في مجلس الأمم، متوقع أن نتراجع هذه السنة كذلك في مؤشرات مكافحة الفساد، والسبب طريقة التعاطي مع الهيئة. إنزين، هل هو الحل فقط تعديل القانون؟ أنا أقول لك يا دكتور فهد، الحل مو بس في القانون، ما احنا صار لنا الآن سنة بهالمجلس واحنا اكو خلافات داخل الهيئة العامة لمكافحة الفساد، عولجت؟ تم التعامل معاها؟ صار لنا سنة نقول وين استراتيجية الكويتية او الوطنية لمكافحة الفساد، وينها؟